هل يوجد اسم من اسماء الله الحسنى يا دايم وهل يجوز الذكر به؟ هو اصل الاسماء الحسنى يعني اللي موجودة في القرآن 152 اسم واللي موجودة في السنة 164 والمجموع بعد حذف المكرر 220، ففي اسماء في الكتاب والسنة 220 واحدة. في اسماء بنسميها الاسماء المشتقة زي حبيب لانه يحبهم ويحبونه، زي يا ناصر ان تنصروا الله ينصركم، يعني هو اسند اليه الفعل فجبنا منه الاسم يا حبيب يا ناصر. وفي اسماء واردة زي ما هي فيا دائم ما يجراش حاجة، لكنها ليست في حديث ابي هريرة اللي هو مشهور بان لله 100 اسم 100 الا واحد، ان لله 99 اسما 100 الا واحد، ان لله 99 اسما 100 الا واحد، من احصاها دخل الجنة، وهي الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الى اخره. فدي ما فيهاش يدين.